السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن العشر الأواخر من رمضان، وذلك انطلاقا من قول الله تعالى: وذكرهم بأيام الله. الله تعالى لطيف بعباده، سبحانه جل علاه هيأ لنا مناسبات دينية مباركة، الغاية منها أن نتدارك ما فاتنا من أيام العمر. فاتنا الكثير من الشهور ومن السنين، وربنا عز وجل يريد أن ننال من فيض رحماته وغفرانه. كل مرة يعطينا مناسبات دينية الغاية منها فيها الأجر مضاعف والخير كثير جدا، من بينها شهر رمضان، هو من أكبر هذه المناسبات. وفي شهر رمضان هناك العشر الأواخر منه التي الآن نحن في رحابها. هذه العشر الأواخر هي أعظم الأيام عند الله تعالى، التي فيها الأجر والثواب مضاعف بشكل كبير وكبير جدا. كان فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيها الاجتهاد من الطاعة ما لا يجتهد في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هذه الأيام فيها بركة وفيها أجر وفضل كبير، وكان يحث على أننا نغتنمها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. كل السنة كلها أعظم أشهر، أعظم عشر هي هذه التي في شهر رمضان. طبعا سيدنا النبي كان لا يقوم الليل بكامله بالصلاة، وإنما كان يجتهد بأعمال كثيرة، كان ينوع، كان يقرأ القرآن، وكان يكثر من الذكر، وكان يكثر من الصدقات، وكان يكثر من حلقات العلم. كل هذا يتم في هذه الليالي. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الشهر من رمضان يصلي وينام، لكن إذا دخلت العشر الأواخر المباركة قالت أمنا عائشة: شمر وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشد المئزر ويوقظ الأهل ويحيي الليل. كلمة إحياء وقف عندها العلماء، ما معنى أحيا ليله؟ أحياه، هذا الإحياء فيه معاني سريان الروح وبعث الحياة، لأن الليل عادة الناس يكون فيه غافلون، إما في نوم وسبات، وإما في سهر ومرح. لكن أهل الإيمان وأهل اليقين الليل عندهم حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة الليل تكون بأنواع كثيرة من القربات، من ذكر ودعاء وقيام واستغفار بالأسحار. وربنا عز وجل جعل خصوصا تلاوة القرآن الذي هو روح ونور من عند الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نطلب الله تعالى أيها الأحبة الكرام
أن يحيي قلوبنا وقلوبكم من موتها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لقيام هذه الليالي والإكثار فيها من الصالحات، وأن يجعلنا نورا نمشي به بين الناس. في هذه العشر الأواخر هناك عبادة تبرز من أهم العبادات، وهي عبادة الاعتكاف. الاعتكاف هو في الشرع أن يمكت العبد المؤمن في المسجد، المكوت في المسجد بنية التقرب إلى الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر من رمضان كان يعتكف ويحتجز حصيرا ويتخلف فيه عن الناس، فلا يخالطهم ولا ينشغل بهم. يعني الإنسان يضرب صورا بينه وبين البشر ليبقى مع رب البشر. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من عادته يعتكف في كل عام 10 أيام، لكنه في العام الذي سيقبض فيه سيمكت 20 يوما معتكفا، لأنه يستعد للقاء ربه. فحري بنا أيها الأحباب الكرام أننا نحيي هذه السنة النبوية الشريفة، أننا نعتكف في بيوت الله، وذلك بأن ننقطع عن كل مظاهر الحياة، وكأننا في خلوة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكرمه الله بالوحي كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، لكن بعد أن أكرمه الله بالوحي لم يعد يعتكف في غار حراء، وإنما في بيوت الله، لأن الاعتكاف كما جاء في القرآن الكريم في المساجد، من شروطه أن يكون في المسجد كما قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. هذا الاعتكاف فيه عزوف عن الدنيا وانقطاع للعبادة وتخلية للنفس عن التشاغل بغير الطاعات والقربات. هذا الاعتكاف صاحبه يتقلل حتى من الطعام والشراب ومن زيد الحياة الدنيا، وكأنه زاهد، وكأنه يعيش حياة القلة، وكل رغبته في أن يتصل بمولاه. ما الذي يقع لما تتم أيام الاعتكاف؟ الذي يقع هو أن القلب يصفو والروح تشرق، لأن في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمدار الأعمال كلها على القلب، والاعتكاف هو من عادته أنه ينقي القلب، يحمي صاحبه من فضول الكلام وفضول النوم وفضول الصحبة وفضول متاع الدنيا، يستجمع كل طاقته ليبقى مع خالقه عز وجل. هذا الاعتكاف ممكن أن يكون بالنهار، وممكن أن يكون بالليل، ممكن أن يكون يوما واحد أو أيام معدودات أو ساعة أو بين الصلاتين، قد يكون بين الظهر والعصر، أو يكون بين العصر والمغرب، أو يكون بعد العشاء، حسب ما هو متاح للعبد المؤمن، خصوصا وأننا هذه الأيام المباركة فيها الليلة المعظمة المكرمة، ليلة القدر، التي هي خير من 1000 شهر. هذه الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وفيها الدعاء مستجاب. هذه الأيام، في مثل هذه الأيام أنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نستغل هذه العشر الأواخر من رمضان. كما لاحظتم أيام رمضان ولياليه أسرعت، تسرع لكي تنقضي. مرت الأيام بسرعة، مرت العشر الأوائل، ثم مرت العشر الأواسط، ولم يبق من رمضان إلا الثلث الأخير والعشر الأخير. هذه أيام قليلة جدا، بعد أسبوع سيتم الإعلان عن بزوغ شهر شوال وسيذهب رمضان. كان الصالحون في مثل هذه الأيام يشعرون
بالحزن ويقدم بعضهم العزاء. العزاء للصائمين وللعائبين والقائمين. رمضان أقبل علينا ثم سرعان ما هو يجري لكي ينصرف من بين أيدينا. هذا الشهر الفضيل كما قال عنه النبي الكريم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الله تعالى في هذه الأيام يعتق رقاب عباده المؤمنين من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. في هذه الأيام المباركة قال النبي الكريم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة من رمضان، في كل يوم وليلة من رمضان. علينا أيها الأحبة الكرام أن نستغل هذه العشر الأواخر من رمضان، بداية من ليلة 21 منه. سلفنا الصالح معروف من سيرتهم العطرة أنه ما إن تبدأ أول ليالي العشر من رمضان الأخيرة إلا ويشعرون بأن ناقوس الطوارئ بدأ يدق، ناقوس الطوارئ، لأن الأيام تؤذن باقتراب رحيل هذا الشهر، شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، فيجتهدون في العمل وينوعون من أعمال العمل. وأول شيء هو قيام الليل بالتراويح، ثم آخره بالتهجد. الحمد لله في مغربنا العزيز لاحظنا المساجد على كثرتها بالآلاف، المساجد تحيي التهجد، يبدأ عادة من الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف في كل ليلة. هذه اللحظات ربنا يتنزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له. مساجدنا ولله الحمد بدءا من الواحدة إلى الواحدة والنصف يبدأ فيه العلماء والأئمة المشفعون بالتجهد بالتهجد، ويختمون تهجدهم بالوتر وبالدعاء. فهذه نعمة عظيمة ما دام هذا الأمر في بلادنا، فهو علامة على أنه بلد الإسلام وأنه بلد الإيمان وأنه بلد الأخيار، ما دام هذا التسابق بين المؤمنين والمؤمنات لإدراك صلاة التهجد بالليل في العشر الأواخر وتجد الازدحام. والله كنت كل يوم أصلي في مسجد، كل مرة في منطقة من مناطق الدار البيضاء، وكل مرة كنت أفاجأ بأن هناك أزمة كبيرة. هذه الأزمة تتجلى في أن الطاقة الاستيعابية للمساجد لم تستطع أن تستوعب هذا الكم الهائل من المصلين والمصليات من المؤمنين والمؤمنات، كبار وصغار، ذكور وإناث، الحمد لله على اختلاف أشكالهم وألوانهم، الكل يتسابق والكل يريد أن يكون في الصفوف الأمامية، وما هي إلا هنيهات قليلات حتى تجد المسجد قد امتلأ عن آخره، والناس ساروا يصلون في الشوارع والأزقة المجاورة. فهذا إن دل على شيء دل على أن الحمد لله بلدنا المغرب بلد مسلم بامتياز، وأن هذا الشعب فيه نور الإيمان ونور اليقين، ولا زال الخير وسيبقى في أمة لا إله إلا الله إلى لقاء الله. ما علينا أن نفعل أيها الأحباب الكرام هو أن نتواصى وإياكم بأن نزيد في هذا العمل الصالح ولا ننقص. أول شيء نتواصى به وهو أن نحرص على أن هذه العشر الأواخر نحيي الليل، نحييه بالصلاة ونحييه بالقيام، لأن سيدنا النبي هذا هو منهجه. قالت أمنا عائشة: إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. إيقاظ الأهل للصلاة هذا من هدي النبي الكريم، كان يوقد زوجته ويوقد بناته وأولاده، وهذا منهج صحابة رسول الله. سيدنا عمر رضي الله عنه وكان الشديد في الحق كان في العشر الأواخر من رمضان يصلي من الليل ما شاء أن يصلي، فإذا كان نصف الليل أيقظ أهله يقول لهم: الصلاة الصلاة، كان عنده زوجة وبنات ويقول: الصلاة الصلاة، ويتلو عليهم هذه الآية. بعضهم كان يتلكأ فيقول بأعلى صوته: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كان سيدنا عمر يقرأ هذه الآية بصوته الجهوري ويحمس أهل بيته ليقوموا للصلاة. وكانت بعض النساء من السلف الصالح قد يكون زوجها ربما يتقاعس، فتقوم وتقول له وقد ذهب الليل: يا زوجي العزيز، بين أيدينا طريق بعيد، زادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت أمامنا، ونحن قد بقينا في الخلف، قم للصلاة. فتشجعه الزوجة الصالحة على أن يقوم ليصلي بالكلمة الطيبة والابتسامة الحسناء. سيدنا النبي كان يشد مئزرة، وهذا كناية على اعتزال النساء حتى العلاقة الزوجية لا تكون في هذه العشر الأواخر من رمضان، حتى لا يعكر صفو ذهنه وقلبه شيء، لكي ينصرف كلية للعبادة، ثم يعتكف ليحمي نفسه من فضول الكلام والنوم وغير ذلك من الصوارف. وكان يجتهد، علينا جميعا أن نجتهد في تلاوة القرآن، في لما نصلي ونريد أن نرتاح نتناول المصحف الشريف ونقرأ ونتلو بتدبر وخشوع، لأن القراءة في رمضان هي غير القراءة في غير رمضان. فهذا الشهر هو شهر النزول والتنزيل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر فيه الأجر والثواب مضاعف. ثم علينا أيها الأحباب الكرام ألا ننسى بأن نكثر من الصدقات ونكثر من الإحسان إلى الفقراء وإلى المساكين. هذا الشهر هو شهر العطاء. هناك الصالحون والصالحات كانوا يدخرون طيلة السنة، يدخرون أموالهم، حتى إذا جاء رمضان فتحوا خزائن ما أعطاهم الله وبدأوا يعطون للفقراء والمساكين. لماذا؟ لأن الحسنة في رمضان تعدل 70 حسنة فيما سواه. في الأيام العادية الحسنة هي في 10 أمثالها، لكن في رمضان في 70. قال صلى الله عليه وسلم: الفريضة فيه ك70 فريضة فيما سواه. لهذا كان رسول الله أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. علينا كذلك أيها الأحبة الكرام في هذا الشهر الفضيل وفي هذه العشر الأواخر من رمضان، علينا أن نحرص على صلة الأرحام خصوصا المتقطعة منها. نسأل عن العائلة، نسأل عن الأحباب ولو بمكالمات هاتفية، نحرص على أن ندخل السرور على قلوبهم ولو بكلمة طيبة، لأن الله تعالى يباهي بين الملائكة كل من وصل رحمه في هذه الأيام المباركة. هي مناسبة اسمها المغاربة العواشر. هذا العواشر يعني كل الخطوط الحمراء تزول، وكيكون الحمد لله الإقبال على توزيع التراحم والتعاطف بين أفراد الأسرة والعائلة، فلا نقطع أرحامنا. كذلك في هذه العشر الأواخر علينا أيها الأحباب الكرام أن نجتهد في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله بالطرق المتعددة والميسرة. ممكن أن أنصح صديقا لي أو قريبا لي، أقول له هيا بنا إلى المسجد. ممكن أن أنصح بعض المقربين إلي، هيا بنا إلى حضور دروس علم أو محاضرات. ممكن أن يكون عندي كتيبات صغيرة أو مطبوعات فيها أدعية وأذكار مأثورة أقوم بتوزيعها كما يقوم بعض الفضلاء. هناك ربما من يكتب دعاء أو حديثا أو آية على مدخل العمارة، فيه آداب وفي تعليمات الإسلام، حقوق الجار والتربية وغيرها، يستفيد منها المارة. وهناك خصوصا الشباب أنهم عندهم زيارات لمواقع التواصل الاجتماعي، ممكن أن نكتب في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة رسائل مفيدة فيها أدعية وفيها أحاديث وآيات قرآنية تدعو إلى الخير وتدعو إلى الإحسان. كذلك علينا أيها الأحبة الكرام في هذه العشر الأواخر أن نكثر من الدعاء، الدعاء الدعاء الدعاء. وخير الدعاء ما علمه سيدنا النبي لأمنا عائشة، قالت له: ماذا أقول في هذه الليالي؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وكذلك علينا أيها الأحباب الكرام أن نعفو ونسامح الخلق الذين كانوا بيننا وبينهم شدآن. إذا أردنا أن يغفر لنا الله ويسامح عن إساءاتنا وظلمنا، فعلينا أيضا نحن أن نبادر فنعفو عمن كان بيننا وبينه خصام، الزوج مع زوجته، والأبناء مع أبائهم، والإخوة مع إخوتهم، وأولاد العمومة والجيران وأصدقاء العمل. كل هؤلاء إبليس يدخل ويعكر جو صفاء الأجواء، فعلينا أن نعفو ونسامح في هذه الأيام المباركة المعظمة، لأن هذه الأيام هي موسم الخيرات وتكاد أن تنقضي، إنها الآن تجري بسرعة، ما هي إلا أيام قليلة على رؤوس الأصابع، ويقول انتهى رمضان. وهكذا سيكون خسارة كبيرة لمن ضيعوا وقتهم بالنوم أو بالسهر أو بالأشياء التافهة. العمر قصير، ولعلنا لا ندري قد ندرك رمضان المقبل أو لا، فعلينا أن نستدرك ما فاتنا في أول رمضان في هذه الأيام، نستدرك هذه الأيام لعله فاتنا الكثير في الأيام الأولى. وعلينا أن نحسن الخاتمة، لأن العبرة بالخواتم. فاللهم يا ربي يا كريم نسألك بجودك وكرمك وعزتك أن ترزقنا وافر النصيب في هذه العشر الأواخر من رمضان، ارزقنا فيها يا ربنا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وارزقنا فيها التهجد والاعتكاف وطلب العلم، ووفقنا فيها للصدقة والإحسان والبدل والإكرام، وفقنا فيها لصلة الأرحام يا رب يا كريم، واجعلنا فيها هداة مهتدين نتأسى بسنة نبيك وصفيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.